ام احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام سمعت ورحمة يا الله. دكتور، معاكم مراحل. اهلا بيك. ايوه يا دكتور، انا حامل بقالي دلوقتي 6 شهور، واكتشفت ان انا عندي سكر وضغطي للحمل. سن كم سنة يا ام احمد؟ عندي 36 سنة. انت يعني حملتي بالصدفة وكنت واخدة حاجة ولا عاوزة تجيبي خمسة ستة كمان؟ لا انا كنت مش عارفة ان انا حامل، واكتشفت ان انا حامل وانا ليا 5 شهور، وبعدين رحت عملت تحاليل وحاجات، عندي سكر وضغط مرتفع. السكر رحت عملت اول تحليل للسكر صايم وفاطر، اول مرة كان 127 صايم و193 فاطر، والتراكمي كان 6.7، وتاني مرة رحت بعد كده خدت طلع 119 و106 و167، والدكتور بتاع السكر كتب لي على انسولين اسمه يا دكتور ميكس تارد 30، باخد منه 5 وحدات الصبح. طيب يعني قصدك التحليل الاولاني وبعدين خدت ايوه 5 وحدات ميكس طرد وحللت تاني صح؟ ايوه بعدها بقد ايه؟ قال لي حللي بعدها ب3 ايام. طيب انت حضرتك وزنك قد ايه؟ والله يا دكتور ما اعرف، بس هو معدي ال100. بص يا ست الكل، انت ادام وزنك تخين يبقى ايوه علاجك الاساسي الانسولين هيتخنك زيادة، ان انا ايوه اقفل الشهيه، اقفل الاكل خالص، ودكتور النسا اللي بتتابع معاه حضرتك هيظبط لك الاكل بصوره يخلص، ايوه وسكرك يتظبط، سكرك مش عالي قوي على فكره، انت مجرد ما ما هم تقللي. قالوا لي ان هو مش عالي. علي لو عايز، هم قالوا لي ان السكر مش عالي يا دكتور، طيب عشان كده بس لازم علشان في حمل لازم تاخد انسولين. لا مفيش حاجه اسمها كده، انت حضرتك هتوقف الانسولين وتوقف الاكل، ولا اللغلغ مش هينفع؟ ما هو انا يا دكتور مش عارفه اكل حقيقي، يعني انا مش عارفه اكل، انا بعد ما كنت باكل اكل كويس جدا ما عدتش عارفه اكل دلوقتي خالص، ودايما حاسه بهبوط وضربات قلب سريعه. طولك قد ايه انتي؟ انا طولي 168. يعني المفروض يبقى وزنك 75 كيلو، عندنا 100 ايوه وتقولي ما بناكلش، يبقى ما سيادتك هو انا هتك ما باكل، خلينا انا بس بعد ما عرفت ان انا عندي السكر ما يعني ما عدتش باكل زي الاول، خلاص قللت خلاص الاكل خلينا بس جدا. عشان نوصل للحل. اتفضلي ايوه هرد عليك من التلفزيون، اتفضلي. انا خلاص شكرا كده انا شكرا عارف. يا أمه. هو بالنسبه للحوامل زيهم زي اي عيان تاني، الحمل ما بيفرقش خالص عندنا. احنا تمام حضرتك لما بيكون الوزن زيادة بيبقى علاجنا الاساسي هو انقاص وزن المريض، تمام ولكن عند وجود حمل فبنبقى عندنا حيطة ان احنا ما نكتبش اي ادوية بتظبط السكر وتقلل وزن المريض عشان حامل. الا دواء واحد ورخيص وزي الفل، هو الجلوكوفاج. فهي هتاخد حضرتك جلوكوفاج 500 قبل الاكل بنص ساعة 3 مرات، تمام وتوقف الانسولين منه هيسد الا لو وجع لها المعدة، الجلوكوفاج النظيف بيوجع المعدة احيانا، تاخد تمام معاه شوية لبن وتقلل الأكل بتاعها بنسبة 30-40%، هتخسلها 3-4-5-6 كيلو، يساعدوها في الحمل، يساعدوها في الولادة، يظبطوا لها السكر، تبقى زي الفل. هي قالت تمام عندها ضغط كمان مش كده؟ عندها ضغط احنا الضغط بنحب ندي الألدومت مع الحمل، تمام ألدومت 250 مللي جرام، تجرب كده حباية مرتين في اليوم وتتابع الضغط كل 3-4 أيام، وبرضو تمام تعمل تحاليل للضغط لان بنخاف من الضغط مع الحمل ليكون في بداية تسمم حمل او ما الى ذلك. تمام